كهرب، ايه موقفه الحالي؟ ايه اللي بيحصل مع اللاعب الفتره الجايه ورؤيه الاداره لازمته طبعا اللي هي بتهدده بالايقاف ان لم يدفع الغرامه الموقع عليه؟ كهربا اتظلم 100%. مش عايز اخش في الحته دي، لكن ككهربا اتظلم. اتظلم ازاي يعني؟ الحكم اللي عليه اتظلم. اتظلم من في العقود والحاجات دي كلها يعني. النادي الاهلي عمره ما كان طرف ان هو خلى زمان الناس بتقول ان هو كوبري وان طلع على الفيز ولا مش عارف ايه ورجع تاني. الكلام ده مش مظبوط ابعد ما يكون عن الحقيقه والصراحه. النادي الاهلي لم يخاطب بجواب رسمي اي نادي كان بيلعب فيه كهربا، وبالتالي كهربا ما جه باستغنته للنادي الاهلي بدون اي ده من الشق الرسمي. ده الشق الرسمي على لكن نيجي نتكلم بقى دلوقتي. حصل ان فعلا الفيفا عمل غرامه على كهربا، وبالتالي كهربا لازم هيدفع طبعا 100%. وهو بصدد ان شاء الله قريبا جدا ان هو هيدفع الغرامه. يعني لازم تدفع، فان شاء الله فيري سون الغرامه هتدفع. يعني حصل في زي اسكرو اكاونت كده ما بينه وما بين ما بيننا وما بينه، وبنحط يعني محطوط فيه في جزء من الفلوس، وان شاء الله الغرامه كلها هتدفع يعني. وطروحه طرحت كده بجماهيريه في وقت سابق ان هو سبب تاخير الغرامه هو ان لا يستفيد منها الزمالك في سوء الانتقالات. ده كان الكلام مش مظبوط خالص. يعني الزمالك اولا الغرامه بالدولار كانت ايام الدولار كان ب 18 جنيه، النهارده الدولار ب الله اعلم بكام، يعني في البنك ب 30، بره البنك بكام. فما فيش شك ان اكتر واحد اتضرر في هذه الموضوع هو كهربا وليس نادي النادي الاخر يعني. يعني تاخير كان لتدبير الغرامه؟ طبعا اكيد. يعني الغرامه مش قليله، بالذات انك انت في عصر في وقت يعني مش قادر تدبر عمله صعب، فعندك عندك مشكله. ف يعني يمكن من قبل التعويم الاخير ده لما كان في دولارات كان ممكن يبقى الدنيا الطف شويه، لكن دلوقتي انت عندك مشكله كبيره قوي انك انت ازاي تقدر تدبر العمله دي، لانك انت ما ينفعش تدفع الغرامه بالمصري، لان قرار الفيفا معروف.